التقرير حول الندوة التثقيفية السياسية للشباب والتي نظمها حزب الشعب الجمهوري بمدينة كومومبو مساء أمس. كاميرا شارع الجنوب كانت لها هذه المتابعة. السيد المهندس خلف يوسف سعيد، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسوان، اتكلمنا حضرتك عن هذه الندوة التثقيفية السياسية للشباب وأهميتها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا برحب بكم وبشكركم على هذه الاستضافة. إحنا طبعا هذا المنتدى تدريبي للشباب، وإحنا باسم الحزب الشعب الجمهوري عندنا لقاءات كثيرة جدا بالنسبة للحزب الشعب الجمهوري. آخر منتدى كان بيضم جميع أمناء المحافظات في الغردقة، وكانت التوصيات ان احنا ننزل للمحافظات وان احنا نبتدي نعمل منتديات للشباب، والمقصود بها التدريب والتثقيف وتعريف الهوية للحزب الشعبي الجمهوري. والنهاردة بإذن الله معانا سيادة اللواء حمدي أمين التدريب والتثقيف، حيلقي محاضرة بتخص بالتدريب والتثقيف للشباب وتعريف الشباب ورؤية الشباب، لأن احنا نعلم انه طبعا الشباب دول قاطرة المستقبل، ودول لازم يبقوا عارفين يعني ماذا يدور في مصر. وان شاء الله بإذن الله هذا المنتدى حيكون بإذن الله حيكون ايضا في إدفو وفي كومو وفي كومو في دراو وفي أسوان، والمقصود به تعريف الشباب والمقصود به تثقيف الشباب. واحنا كحزب شعب الجمهوري يعني كانت التعليمات ان احنا ننزل ونبتدي نشرح للشباب ما يحدث في مصر. سيادة اللواء حمدي أمين التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسوان والمحاضر في هذه الندوة، كلمنا عن أهمية التوعية السياسية للشباب كمحور أساسي من محاور التدريب والتثقيف التي يتبناها الحزب. احنا النهاردة بإذن الله نلقي محاضرة على الشباب في جميع مراكز محافظة أسوان عن الدور السياسي والمجتمعي للشباب في الحياة العامة. المحاضرة من عدة عناصر، بنعرف الشباب إيه هو الحزب، إيه هو السياسي، دور حزب الشعب الجمهوري في الحياة في محافظة أسوان، الحياة بكافة جوانبها سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وخلافه. الحاجة الثانية يعني كل ده بنترجمه إلى أهمية ودور الشباب في الحياة المجتمعية. أستاذ عمر سعد عجلان أمين شباب المحافظة، تكلمنا عن آليات والآليات تنفيذ هذه الندوة والهدف منها. بسم الله الرحمن الرحيم، هو كان الهدف احنا كنا في ملتقى تبع منتدى الشباب الجمهوري المركزية في مصر، يعني كان في ملتقى في الغردقة، وده على صديده احنا عاملين حاجة ملتقى تثقيفي للشباب. احنا عندنا الشباب، لان الشباب ما عندوش وعي سياسي كافي ودوره في المجتمع ازاي، فاحنا دي هدف المحاضرة، ان احنا نعمل محاضرة توعوية للشباب تستهدف الشباب من اجل ان اقول لهم ان الوعي السياسي ازاي، وان ايه دور انا في المجتمع كشاب، ان يكون خلاص عنده ثقافه والعلم زياده، ان هو خلاص يكون عنده وعي زياده. اما ان الشباب دكتي هي الاساس، هي الدوله، يعني الدوله دكتي حتى تجهات الدوله وتحالف الحاجات السياسيه، انه كل دعم الشباب. استاذ صادق عبيدان امين بندر او مركز ادفو حزب الشعب الجمهوري، كلمنا عن المردود الايجابي واهميه مثل هذه الندوات على الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، كل عام وحضراتكم بخير جميعا. هذه الندوات التي تقام على مستوى الجمهورية عامة وبمحافظة أسوان بصفة خاصة، اللي الحزب بيولي لها وبيديها الاهتمام الأكبر، وده حسب التوجهات السياسية من فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، وسيادة الأمين المهندس حازم عمر أمين عام حزب الشعب الجمهوري على مستوى جمهورية مصر العربية، وسيادة العميد أحمد الألفي أمين التنظيم. ده اللي هو منطلق من أهم ودور الشباب على مستوى الجمهورية، ولذلك بتولي له الحزب عندنا اهتمام خاص به وبدور نزوات بحضور سيادة اللواء حمدي المحاضر بأكاديمية نصر العسكرية.
وبنتمنى لكل توفيق لجميع الشباب، وكل عام أنتم بخير وكل سنة طيبين. أستاذ محمد منصور، أمين شباب أمانة إدفو، تكلمنا عن المردود الإيجابي لمثل هذه الندوات عليكم أنتم كشباب. إن شاء الله مش أول مرة هنشارك في كوادر شبابية، كنا لسه منتهين من منتدى الشباب الأول في الغردقة 4 أيام. دائما الحزب بيتطلع لبناء كوادر شبابية جديدة، زي ما بيطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمهورية الجديدة، ببث روح السياسة في الشباب الصاعد. إن شاء الله بنقدر من خلال الحزب نشارك في كل المجالات.